اشتركت نخبة من الفنانين والإعلاميين المغاربة في تصوير أوبريت غنائي بعنوان أبطال التحدي لتوجيه تحية شكر وتقدير لأبطال خط الدفاع الأمامي المغربي في مواجهة كورونا. وهذا العمل الجميل تم إهداؤه لجلالة الملك المغربي محمد السادس تقديرا لحكمته في إدارة الأمن الصحي وتعزيز ثقافة التضامن. نشاهد. تحية لمشاهدي سكاي نيوز عربية. أبطال التحدي هو عنوان الأوبريت التي جمعت بين نخبة من الفنانين والإعلاميين المغاربة لتوجيه رسالة شكر وتقدير لأبطال خط الدفاع الأمامي في مواجهة كورونا في المغرب. سكاي نيوز عربية التقت بعدد من صناع العمل في هذا التقرير. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط صاحب فكرة أوبريت أبطال التحدي وملحنها الإعلامي والفنان سمير بحجين. أهلا بك أستاذ سمير على سكاي نيوز عربية. ماذا تخبرنا عن أوبريت أبطال التحدي؟ أوبريت أبطال التحدي جمع نخبة من الفنانين والإعلاميين من أجيال مختلفة، الرواد، الشباب، الأطفال، بهدف توجيه رسالة لأبطال الخط الأمامي لجائحة كورونا في المغرب، وهم الأطباء، الممرضين، رجال الأمن ورجال الإعلام، الأساتذة وكذلك التلاميذ. يساهم هذا العمل الفني في ترسيخ دور الفن في مواكبة الأزمة والحث على رفع الروح المعنوية للشعب المغربي في حربنا ومواجهتنا لكوفيد-19. تعاون معي في هذا العمل كل منا الدكتور أحمد الصمدي في كتابة الكلمات، وفي التوزيع الموسيقي الفنان سعيد صنهاجي، والإشراف الفني الأستاذ جواد بدر، وكذلك كان في إخراجه الفنان سعيد بلي. وقد حرصت على تلحين الأغنية بما يتناسب مع قدرات الكبار وكذلك الصغار، وأهدينا العمل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تقديرا لحكمته الكبيرة في إدارة الأمن الصحي في بلادنا وتعزيزا لثقافة التضامن من أجل المصالح العليا لوطننا المغرب. نحن أبطال التحدي. والآن تنضم إلينا من مدينة الدار البيضاء الفنانة المغربية المشاركة في أوبريت أبطال التحدي مريم بن مير. أهلا بك أستاذة مريم على سكاي نيوز عربية. أهلا. ماذا عن هذه المشاركة وعن أهمية دور الفنانين في مواجهة الأزمات كأزمة كورونا؟ أعتقد أن دور الفنانين لا يقتصر فقط على الترفيه، وإنما دورهم الأهم هو في تسخير مكانتهم وشهرتهم لدى الجمهور في سبيل التوعية وبث روح التضامن والتعاون في مثل هذه الأزمات. نحتمي من أي عدوى، نتعافى في سلام. ومن الدار البيضاء أيضا ينضم إلينا الإعلامي المغربي عماد أنتيفي الذي شارك ومجموعة من الإعلاميين في أوبريت أبطال التحدي. أهلا بك أستاذ عماد. ماذا عن دور الإعلام المغربي في التصدي لجائحة كورونا، وكيف تكامل دوركم كإعلاميين مع دور الفنانين في إيصال رسالة هذه الأوبريت؟ أعتقد أن رجال الإعلام في المغرب شكلوا واحد جزء مهم من أفراد مواجهة الأمامية في وجه كورونا، ولم يقتصر دور الإعلام المغربي على ذلك فقط، وإنما تعدى إلى دور مهم جدا، ألا وهو التوعية وتشجيع المغاربة على المبادرات الخيرية والتوعوية. أما بالنسبة لأوبريت أبطال التحدي فقد شهدت مشاركة نخبة من ألمع الإعلاميين المؤثرين في المغرب، وجاءت مشاركتهم على شكل إلقاء كلمات شعرية وجدانية، كما أنها شهدت تكاملا ما بين دور الإعلام ودور الفنانين في التصدي لهذا النوع من الأزمات. أوبريت أبطال التحدي عمل فني وطني مغربي أثبت أن التكامل بين دور الفن والإعلام له أبلغ الأثر في مواجهة الأزمات من خلال التوعية ورفع الروح المعنوية والتضامنية لدى الشعب المغربي. سعيد حريري، سكاي نيوز عربية.